وسط المزارع الكورسيكان حينكسر في مزرعة مختلفة، طبيعة على مد النظر، حيوانات بكل مكان، جلسات وقهوة وأكل، خيم وكرفانات. لو تبغى تنام في المزرعة تعالوا نكتشف مزرعة لافندر 1922. ما أعرف إيش معنى الاسم بس يلا. يا صباح الخير. عشان تدخل للمزرعة لازم تمشي في هذا الشارع كذا 200-300 متر وتوصل. وصلت على الشارع قلت له لحظة، شايفين الجبل اللي هناك؟ المزرعة تحت الجبل. فبسم الله وعلى بركة الله تمشي 200 متر بعدين تدخل المزرعة. هذه المساحة كاملة هي المزرعة. اسم المزرعة لافندر 1922. تعالوا ندخل. هذا المدخل حق المزرعة. المزرعة فيها فعاليات كثير ولكن الدخول أتوقع فيه تذكرة. أما فيه تذكرة قشع ذا. البساطة حاط لك الكود هنا عشان تشتري تذكرة، ولا كلنا نشتري تذكرة، مين يجي أصلا في هذا الوقت؟ المزرعة تفتح الساعة 9 وأنا حاليا وصلت الساعة 9:05، فطبيعي يعني أدخل بدون تذاكر. هذه المساحة مواقف السيارات، فإلى الآن ما شفت إلا حصى، ما أدري مين ذا الحيوان اللي قدامي. هذا الجمل الصغير مسويين زي البقرة حق سويسرا، يرعى بالطبيعة. إلى الآن ما دخلنا. شوف لافندر 1920 باركينج. فتعالوا يلا بسم الله. ليش جيت أنا في هذا الوقت وما في زحمة؟ نبغى نشوف المكان. تبغى تدخل اشتري تذاكر، يمكن هنا الأطفال يلعبوا. عامل حسابي أجي أشوف بقر، ماني شايف ولا شيء. إذا تبغى تدخل هنا أوكي، والمساحة كاملة هنا كمان تشتري تذاكر. سعر التذكرة ب 58 كوار. ترى أنا تذكرة من المنظر الخارجي ما أتوقع إنه يستاهل 58 كوي. مستحيل تشوفه، لكن قزيت البقرة بالصدفة هناك. يا ابن الكلب هناك في بقر وخرفان، أنا رايح هناك، هناك ببلاش التذكرة عشان تدخل هذا المكان. فتعالوا ندخل هذا المكان ونشوف. بسم الله. تخيلوا أن هذا المكان مفتوح وفي قهوة وشاهي. دافع أنا 58 عشان تجيبوا لي حق خرفان. جلسة طيبة لما الجو يكون كويس، تفاصيل جميلة، والنسان يمكن أكثر تفاصيل. لكن بعد شوي الشتاء يشبوا هنا جمر، ما أدري جمر شوي ولا جمر للعبادات. هذا الحين الستيج لاهي كراتين بيبسي مو مغنيين. زي ما نشوف من النظرة الأولية أن لو الواحد يتمشى لا 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 رجال ما في نظرة أولية ولا شيء. خلينا نكمل، لا تتسرع وانتبه وانت تمشي بعدين تعلق في اللمبات. عيش سفاري عيش. مين الوحش اللي مصمم هذا الشيء؟ واو حلو. جروبات، تحس إنه هنا كان في جروب وهنا كان في جروب، نعطيهم حقهم. جلسات الشواء اللي هنا مميزة، أنا ما تروح تشوي لحالك يعني، لكن فيها لمسة جميلة. زي ما تشوف الطريق السلمي والأساسي من الخلف، ولكن الله يستر. بسم الله أطلع. المفروض أما في حمار هنا، حمار ولا حصان؟ حصانين والله. شكل الدرج هذا حق الموظفين. نشوف في أحد ورايا؟ ما في حدا رايا. كملنا بسم الله. المشكلة انت تمشي وما تعرف ايش الحيوانات الموجودة. بط هذا واللوز، شوف راح يفقع ولا لا. ايوك رحت على بيتها. من الاشياء المميزة عندهم الفنادق، هذه الغرف صارت مشهورة كثير، باين ان من زمان ما حد استخدمها. كنت مخطط واتفقت معاهم اني استاجر خيمة اوكي، ليش ما تحركه؟ بعدين قلت يا اخي سلامات، خيمه كذا في مكان فاضي ما تسوى. بس تعالوا نشوف المكان يمكن اغير رايي. هذه المنطقه حقت الكرفانات، هذه الكرفانات تستاجرها باليوم، يعني تعتبر فنادق نوعا ما. سلامات كذا شفاف. هذه نقطه لازم الكل يعرفها في الصين، الخصوصيه صفر. فتدخل كذا، هذا الشاليه حق شاليه مطل على ساحه الرقص السامبا بالليل، والقزاز شفاف وكل شيء شفاف. تطلع من الكرفان حقك، انا شفت فندق افضل من هذا. هنا الناس تاكل هوت بوت، هنا اغاني، واحد معه جيتار قاعد يغني. في فنادق مختلفه كذا، تيجي خيمه مفتوحه مطله على بركه نهر مويه مجاري ما ادري شيء. قاعد امر واحد واحد كذا اتفرج بالتفاصيل، تفاصيل ناقصه يعني. اوكي حاط لك حبتين صبار، انا جالس اقول لكم الناس هنا تاكل وكذا. والله 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 على نياتي. الناس تيجي تعطي يومها بير لين تنسطح بعدين تدخل تنام. سعر إيجار الكرفانات باليوم 70 دولار، فيعتبر رخيص، وهذا الشيء يبرر المكان، يعني مكان عادي لطيف جميل. يلا 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 بس. أتوقع هذا 5 نجوم ولا إيش هذا؟ شاليه كامل، يمكن هذا حق أغنياء شوية. وش ذا مقطورات؟ ما في غني يجي هنا. أنا هحاول ما أكشل لكن الشمس في قلبي. تعرف ليش حق الأطفال مكسر؟ لأن التعداد السكاني والجيل الحالي النسبة بدأت تتدهور. النسبة الحقيقية يعني غير معلومة ولكن مرة طايح. أدخل ولا ما أدخل؟ ترى أنا مدرك الأحصنة يعني لعبتي. عنتر بن شداد يا حرام ما يأكلوك، شوف قفص صدري طالع. أبقع مربوط زي الكلب بجنزير. اللي هنا هذا مستودع الأحصنة، الله مجدهم. هذا المفروض كله يكون زهور خزامة ولكن يمكن الموسم حقه خلص ولا شيء زي كذا. يقول لك أحرق لك أصابع أسويها شموع ما ترضى كمان. أكبر من كذا ما فيش. كنت أحسب ورق ولا شيء، شكله حديد.
فكرة حلوة، ليتهم يرضوا. بس تطلع من الورد يا ورد تيجي للنيسان. شوف شوف التصميم الجميل. ما أدري هذا قش حقيقي، أتوقع يفتح ولا لا. والله مفتوح، لا يطلع لي صقر ولا شيء. تعرف شغل مقناص مسويين عشة. ذاك مفتوح، المفروض هذا مفتوح. فوري شيء تصميمه جميل اللونات. المهم هذا المكان اللي دخلت أول شيء حلو حلو. تطلع تيجي هنا، هذا المكان الثاني. كان أخوينا ما تدي الصينية على القوي شيء. طلعت فوق قلت بصور منظر طبيعة، جاتني الترعة. حلو شكله، بس الحمد لله اني ما استاجرت. هذه الخيم هي الفنادق. انا ايش اللي صار معايا؟ خليني اقول لكم. واحد كان مصور من داخل غرفه وكان خارج غرفه كذا مباشره ارض بعدين بحر. قلت واو جميل. بعد تعمق ما تعمق طلع مسوي لك ترعه. لا يا حبيبي لا والله مو بكذا، ضفادع قدامي. الليله حقت هذه ب 500 كواي 450، مره رخيص. الجمال رباني ولا لمسات البشر من جنبه. وش ام الاستهبال ده؟ يعني ملففين مقفلين الباب. سلامات. اقول لك شادي ايش؟ اي شيء متاح. دافع 58 كواي عشان تقفل الباب في وجهي؟ ما تستحي على وجهك. شوف بس اقفل الباب اخاف تهور. هذا درج للبني ادمين ولا درج للجمل الصغير هذا؟ ما ادري ايش اسمه. يام لام بام. بسم الله ما احنا ناقصين. الحمد لله الامور زينه، ثبتينا كويس. قطعنا مويه المجاري مويه النهر. يعني شكلك ايش فيك معفن كذا؟ تروش شيء؟ ما يحمموهم ذول. تعتبر فعاليات ممتازه للاطفال، يطلعوا هنا يا طويل العمر. يقومون بالتزحلط، تتزحلط والحيوان ذا قدامك. قزيت قطيع خرفان. خلنا نروح. جالسين يتجولوا لحالهم. ايش ذا الخرفان يا عيال؟ يقول لهم روحوا كلوا. انت حرام احطك في برميل مندي، احطك بسندويش. هذا لو حطه في شنطتي واخذه ما حد درى. صغير. قم 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 ما يتحرك. اكله مرعى وقله صنعه. تصدقوا اشكال الخرفان حقتهم غريبه؟ ما ادري ايش نوع هذا. خلصنا من القطيع. حلو. جو جميل. الحين انا وين رايح؟ البقره. طريق طويل وما ادري على وين راح اروح. ف خلنا نرجع. ميسي. متخلفين كل شوي يرجع. عندهم دجاج وبط ووز وديك وبسس، كل انواع الحيوانات اللي ياكلوها. تذكروا دائما اي مكان تستطيع المرور مر ولا تنتظر احد. في خيمه افطار صائم بس ما ادري ليش فاضيه. شكل البزنس حقهم طايح، لكن باجازه يوم الوطن الصيني كان زحمه، عشان كذا اخترت وقت انه ما في زحمه عشان نتفرج المكان. اوه وش ذا؟ مسويين خلفيات تصوير جميلة، ويمكن لهذا السبب الناس تيجي. يعني المكان جميل لطيف حق طلعات، لكن احس انه لسه يحتاج يعني الرد الطبيعي. يا شادي كل هذا الخضار ما في طبيعة. انا في السيارة وانا جاي الى هنا الطبيعة كانت مليانة اكثر. فالله معطيك طبيعة، وانت في هذه المنطقة ممتاز في الطبيعة، اعطيني طبيعة. تعالوا ندخل نريح لانه الشمس مو بس شقتني. بسم الله. عندكم كيف شيء؟ في بقرتان. ناخذ قهوه ونروح عند البقر. الكلاب مزعجه جدا ومقرفه. هذا الكود حق المحل الويشات، خليني اوريكم ايش فيه. تبغى خيمه حقت 5 أشخاص 8 أشخاص تقدر تحجزها من هنا. جروب حق ركوب الخيل هنا يصورك لنص ساعه ب 300 كواي. اللي ابغى اقوله مو لازم تجهز اشياء قبل لا تيجي. ناخذ القهوه ونروح للبقر. مزعج جدا. البقر اللي هناك تقول لي حصان. نبغى جداز انا وما يجاوا. ها يسالوا الحين وين البقر؟ قالوا قلبناها ستيك. شكلهم حيصرفوني. هل في نوع حصان زي البقر؟ اقسم بالله شايف انا ابيض واسود، من بعيد شايف بقر، لكن دول قالوا حصان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس بقرتين، حد خايف انه احد يطير ولا شيء؟ بسم الله وعلى بركه الله. انا راح امشي مع المزارع ومسوي نفسي اني مدرك. يا واد خضار ما شاء الله. كلموه على البقر. ما شاء الله مربوطه دي، شكلها ثور هائج. جو جو. ايه لازم تتحرك. يا شيخ احصنة الثمامة هذه، كنت احصب خيل عربي شيء. ليش طيب مدخلين الاحصنة هنا؟ زارعين اكل مختلف يعني؟ يا حرام شوف كيف عظمة طالع، ما يعطوا اكل ذا ولا ايش؟ والله التغذية سيئة هنا، شكلهم معطينهم بس نودلز. اوف طلع صوتك حقيقي. قفل الباب المزارع، اتوقع حافظين يعني الموضوع. شو الوضع ذا؟ كل مكان اروح افتح لكم عندهم بقر وعندهم براميل مندي، اقصد خرفان. المهم خليني اعطيكم وجهه نظري ورايي بالمكان. ممتاز جدا للعوائل اللي عندهم اطفال، لكن كطبيعه انا شخصيا لو ابغى طبيعه عندي خيارات افضل من كذا كثير. مهما اوصف لكم المنطقه كيف مقطوعه ما تجيب، ما في سياره. فاتمنى يكون عجبكم. اذا حد يبغى يشوف شيء محدد في الصين ولا شيء كذا ولا كذا في التعليقات، وكالعاده نحن لها. معليش سلام لكم.